مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من استوديو الجزائر. في حلقه اليوم نتابع اخر التطورات في النيجر، طبعا بعد بعثه دول الاكواس الى نيامي ولقائها بالحكام الجدد في نيامي. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل الى نتيجه يمكن ذكرها، وبالتالي بدأ التلويح بالحل العسكري في النيجر. طبعا الجزائر سبق وأن حذرت وقال بأن ما يوصف بالحل العسكري هو ليس حلا، بل هو يزيد الأزمة تأزما، ويمكن أن يدخل المنطقة في أتون حروب وعنف وعدم استقرار، نتائجها ستكون وخيمة على الجميع. ويبدو أيضا أن بداية الانقسام أيضا حتى في داخل دول الإكواس أو دول السيداو هو حول التدخل العسكري المالي العضو في هذا التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، هددت بأنها ستنسحب منه في حالة ما إذا تبنت حلا عسكريا لحل ما يحصل هناك في النيجر. مساء هذا اليوم تتحدث تقارير إخبارية عن حشود في مطارات متعددة في المنطقة، وأيضا في عملية تجنيد في النيجر. هنا ندفعنا إلى طرح السؤال الأساسي، إلى أين تمضي الأمور أمام هذه العسكرة التي بدأت تلوح في الأفق في المنطقة، وكيف يمكن للجزائر أن تسمع صوتها، صوت العقل وصوت الحكمة وصوت ضبط النفس وصوت عدم تأزيم الأزمات أكثر وعدم زيادة العامل الحروب والعامل الدموي لهذه الأزمة، الذي أكيد سوف يعقدها أكثر وسوف يجعلها عصية أكثر على الحلول. هذا موضوعنا الأول مشاهدينا الكرام. موضوعنا الثاني إن شاء الله سنحاول أن نطرح السؤال الذي دائما ما يتم طرحه للإعلام، للمختصين، للباحثين في قطاع التربية: متى سيكون الدخول المدرسي المقبل؟ لا بيان رسمي من وزارة التربية الوطنية حتى الآن، والمؤشرات ربما بدأت بالحديث عن الأدوات المدرسية وأسعار المواد المدرسية ووفرتها عبر نشر القائمة الرسمية للأدوات المدرسية المطلوبة لجميع الأطوار في قطاع التعليم. هذا سيكون موضوعنا الجزء الثاني. موضوعنا الأول المتعلق بالأزمة في النيجر والتلويح المتصاعد للحل العسكري وتحذير الجزائر من هذا السلوك ومن هذا المنحى وهذا الطريق لمعالجة الأزمة في النيجر وفي منطقة الساحل. معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف مشرية، رئيس منتدى جسور السلام. أستاذ مشرية مساء الخير. مساء النور ولكل متابعي قناة البلاد. أهلا أستاذ مشرية. إذن الأمور ماضية إلى العسكرة، آخر الأخبار لا تطمئن من في الساحل في النيجر أستاذ. نعم صحيح، آخر الأخبار المتتبع لما يجري من أحداث متسارعة في نيامي. أسبوع كان حافل بالأحداث، بدأ بفتح جبهة للتطوع باعتبار على أن المجلس الوطني لحماية الوطن أو الإنقلابيين دعا كل الجماهير النيجر من الشبان والشابات، لمن يستطيع أن يتطوع ويحمل السلاح فليلتحق بالملعب الرئيسي بالصاد ببنيامي، وهذا كله في إطار استراتيجية لتجميع وحشد الجبهة الداخلية. الشيء الثاني الذي رأيناه هو وصول وفد عالي المستوى ورفيع المستوى المبعوث الشخصي لرئيس نيجيريا والذي يمثل حاليا رئيس السداو أو رئيس الإكواس، متمثل في أمير المسلمين أو السلطان المسلمين سعد أبكر من سوكوتو، وكذلك الرئيس السابق لنيجيريا كمبعوث شخصي إلى الحكام الجدد أو الإنقلابيين في نيامي. الشيء الثالث الذي عرفناه كذلك هو الهبة التضامنية التي قامت بها بوركينا فاسو، أرسلت شاحنات مملوءة بالقمح دعما للأشقاء والجيران في 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 في, في النيجر، وكان هذه الحملة، حملة الغذاء أو هذه الشاحنات التي تحمل قمحا، كانت محروسة بدبابات وبحرس جوي وبري من القوات البوركينابية والقوات النيجيرية. كل هذا يعطينا على أن المنطقة تعيش أحداث متسارعة جدا. كذلك اجتماع الذي رأيناه في غانا
لشيف دي طاماجور قيادة رؤساء قيادات الأركان، وقالوا نحن على استعداد واتخذنا القرار لتدخل عسكري، ولكن لا نعطي اليوم إلا بإذن من قادة الإكواس. كل هذه العوامل تجعل منا أو تجعل من المتتبعين يتوجسون خيفة. أعتقد في بعض المصادر ذكر تربت على أن المجلس العسكري بقيادة نياني حينما بث البارحة خطابا متلفزا مسجلا، وقال على أن المرحلة الانتقالية سوف تكون لمدة 3 سنوات والعودة إلى الحياة الدستورية. الإكواس رد وقال على أن 3 سنوات يعني غير مقبولة وغير معقولة. أعتقد على أن التفاوض ما زال قائما بين الطرفين، بين العسكر كنيامي وبين الإكواس. ربما هنا أستاذ مشرية، أستاذ مشرية، سلوك الإكواس في البداية هدد منذ الساعات الأولى لحصول انقلاب في النيجر باللجوء إلى القوى العسكرية، ثم بعد ذلك هذه الحماسة للحل العسكري خفتت نسبيا أو على الأقل في التصريحات، ثم بعد ذلك قيل أنه فيه مجموعة من الخيارات آخرها هو الحل العسكري، ثم بعد ذلك بدأت الأمور تسير وتعود إلى المربع الأول وهو الحل العسكري أولا، وهو الخيار الذي حذرت منه الجزائر. في رأيك وش أثر في سلوك الإكواس؟ سلوك الإكواس قلت نعم في البداية أعطى مهلة أسبوع واحدة فقط لعودة الحياة الدستورية وعودة الرئيس المخلوع محمد بازوم، وكذلك لا ننسى على أن الاتحاد الإفريقي المتمثل في منظمة السلم والأمن الإفريقيين رفض التدخل العسكري الأجنبي، وهذا مما يعني قلل من التدخل الإكواس. ولكن أعتقد في ضغوطات دولية، ضغوطات إقليمية على رأسها فرنسا وكذلك بعض الدول الإقليمية الأخرى، هي من تضغط لحد الآن وتريد يعني تريد عودة ما يسمى بالشرعية الدستورية وعودة محمد بازوم. لأول مرة ظهر محمد بازوم بجوار مبعوثي الإكواس في رئيس نيجيريا في صورة تم بثها عبر التلفزيون الرسمي وكذلك عبر التواصل الاجتماعي، ففيه كله إشارة على أن المفاوضات ما زالت قائمة، ولكن خيار عسكري كذلك ما زال قائم. ربما الاتفاق لم يتم اتفاق على كيفية التدخل، هل بضربة جوية أم بتدخل يعني تدخل نوعي أم ماذا. كل هذا ينبئنا على أن الضغوطات الدولية المتمثلة في باريس من تضغط حاليا، لأن رئيس الجيوش الفرنسية صرح خلال هذا الأسبوع على أن التدهور الأمني لاحظناه بعد خلع الرئيس محمد بازوم، لأن لا يخفى عليكم فقدنا أكثر من 25 جندي من قوات النيجر، والخارجية الجزائرية أعربت عن تعزيها وعن أسفها لهذا للعملية الإرهابية التي نفذتها قوات النصرة أو جماعة نصرة الإسلام المسلمين أو القاعدة في غرب إفريقيا. كل هذا ينبئنا على أن على ربما أننا مقبلون على حرب بالوكالة في المنطقة لا قدر الله. نعم لا قدر الله، وللأسف يعني أن القوى الكبرى أو هذه القوى من هنا وهناك وهذه الميليشيات المسلحة تجد البيئة المناسبة للعمل في هذه المنطقة وللتأثير على الاستقرار في المنطقة. أستاذ يوسف مشرية، ربما هذه الدول الإكواس التي عندها حماسة للعمل العسكري لم تعمل ولم تحسب للميدان، خصوصا وأنه المساحات واسعة وقاحلة، ومن الصعب جدا أن نتحدث عن أهداف مباشرة يمكن أن تتحقق من أي عملية عسكرية. تدخل بر أمامك مساحات شاسعة، كيف تغطيها وبأي إمكانيات وبأي دعم وبأي لوجستيك؟ تقصف، ماذا تقصف في هذه الصحاري؟ يعني ربما الخريطة أمام هذه الدول، كيف ترى المشهد؟ جيوش قوات الإكواس يعني جيوش ضعيفة جدا، يعني هذا لا يخفى على الجميع. لحد الآن الإكواس باستدامة المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أنشئت في 1975، من مهامها عودة التنمية والاستقرار والتنمية في هذه الدول، لا أن تتدخل في شؤونها الداخلية. صحيح أبجديات منظمات الاتحاد الإفريقي أنها لا تعترف بالانقلابات، ولكن التدخل العسكري الذي يزيد فينا بالله هو المرفوض في مثل هذه الحالة.
جيوش الإكواس يعني جيوش ضعيفة غير قادرة على خلق الأمن والاستقرار في بلدانها. لا يخفى الجميع على أن ميليشيات ومرتزقة الجماعات الإرهابية المتمثلة في جماعة بوكو حرام أو في جماعة القاعدة بغرب إفريقيا أو تنظيم الدولة بغرب إفريقيا تعيد في الأرض فسادة وتحتل قرى في 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 البنين وتحتل القرى في بوركينا تحت القرى في شمال نيجيريا. لم تستطع جيوش هذه الدول أن تقضي عليه الجماعات منذ أكثر من 10 سنوات سيدي الكريم. وبالتالي أنا أعتقد أن الإكواس يمشي في حرب بالوكالة. ربما نرى أطراب وعمليات لوجستيكية نوعية جدا من طرف القوات الحلفاء. هناك تضرب ربما تقتار ربما تضرب ربما ولكن جيوش يعني حرب هكذا برية نمطية مستبعدة جدا لأنها تدخل المنطقة وتتكبد جيوش الإكواس الخسائر السابحة. طبعا ربما حتى في داخل إكواس نفسها أستاذ مشرية نتحدث عن بوركينا فاسو موقفها معروف، نتحدث عن مالي موقفها معروف، حتى أنه مالي ذهبت بعيدا وقالت في حال ما إذا مضت الإكواس في الحل العسكري أو في التدخل العسكري في النيجر فإنها ستنسحب من الإكواس نفسه، يعني وكأنه هذه الأزمة سينفرط عقد الإكواس بسببه. صحيح، منذ بداية الأزمة حينما لوحت الإكواس بالتدخل العسكري المباشر مباشرة دول التي مشى فيها الانقلاب وتريد الخروج من الهيمنة الغربية التي أتت على الأخضر واليابس ونهب ثرواتها، قالت مباشرة على لسان رؤساء أركان جيوشها على أن الاعتداء على النيجر هو إعلان حرب عليها ومتمثلة في مالي وبوركينا فاسو وكذلك في غينيا. فأعتقد أن هذه الدول بل أرسلت مساعدات عسكرية وأرسلت طائرات عسكرية إلى نيامي كلها استعدادا ربما لعملية عسكرية نوعية تقوم بها الإكواس بالوكالة. فكل هذه المعطيات ربما هناك خيارات، خيار ألف، خيار باء، خيار جيم. أعتقد على أن من هددت مصالحهم المتمثلة في خيرات النيجر في اليورانيوم والذهب والبترول الآن يقوم بخيارات يعني محتملة لبلون A بلون B بلون C. أعتقد في كذلك تصاعد العمليات الإرهابية مؤخرا كانت قوية جدا على أن تلك الجماعات ربما تمشي بالإعاز غير المباشر الذي ينفذ مصالح الدول التي نهبت خيرات هذه النيجر منذ 1961. كل هذه المعطيات ربما في تفاوض تحت الطاولة بين أصحاب القرار بين الدول الإمبريالية في العالم حول خيرات النيجر والنسب التي تأخذها من خيرات النيجر من مناجم النيجر من اليورانيوم والذهب والبترول. كان ربما في تحرك هذه المرة كثير من الأطراف تساءلت عن خلفياته في هذه الأزمة في ما يحصل وحتى في بعض تلويح بعض الدول من دول إكواس بالحل العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل سفيرة إلى نيامي، هنا التساؤل في هذا الظرف ربما تدعو رعاياها للحذر أو حتى عدم التنقل وترسل سفيرة. صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية ربما أعابت على فراسة وعلى تقصيرها وعلى خيباتها وخطائها المتتالية في منطقة غرب إفريقيا وجنوب الصحراء. لا يخفى على المشاهد الكريم على أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أكبر قاعدة لطائرات المسيرة درون في شمال النيجر في منطقة أغاداز، والآن فيه تلويح بغلق هذه القاعدة إذا تم تمكين الانقلابيين واستعانتهم بحليفهم الجديد الاستراتيجي المتمثل في روسيا الاتحادية. فكل هذه المعطيات ورغم ذلك تبعث بسفيرة جديدة إلى نيامي ولكن لا تعطي أوراق اعتمادها إلى المجلس العسكري الحالي. وكذلك طلب المجلس العسكري الحالي أو الانقلابيين من فرنسا بسحب قواتها وإخراج قواتها المتمثلة في 1500 جندي فرنسي عسكري متمثل في قاعدة عسكرية هناك قرب نيامي، ولكن فرنسا أجابت أنها لا تتعامل
مع مجلس غير شرعي ودستوري، وأن الشرعية الوحيدة المتمثلة في الرئيس السابق محمد بازوم. كل هذه المعطيات تجعل منا على أن هناك تدافع موجود وبين المصالح. رغم ذلك لا يخفى على الجميع على أن موقف الجزائر، البيان الأخير الذي صدر مؤخرا وذكر بالبيانين السابقين، وعلى أن الإقدام على العسكرة أو الإقدام على الحل العسكري يزيد الأمور تأزما، وأن هذه النار تأتي على الأخضر واليابس وتهدد مصالح الجميع بما فيها مصالح فرنسا ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك رأينا اليوم تصريح الرئيس رجب أردوغان، حينما قال على أن الخيار العسكري لا يخدم المنطقة، لأن تركيا تأخذ من ذهب، كذلك النيجر والإمارات والصين وفرنسا، كل هؤلاء الشركاء ربما غير متفقون، لكن معظمهم اتفق على أن الخيار العسكري لا يخدم مصالح الجميع بل يعسكرها، بل أكثر من ذلك يقوي شوكة الجماعات الإرهابية. هنا ربما أنت تحدثت ربما عن القوى ربما الأجنبية عن المنطقة التي عندها مصالح هنا، عندها مناجم، عندها تحالفات، عندها أفاق، عندها طموحات في المنطقة، لكن بقراءة أهل المنطقة ودول المنطقة ربما هنا ما نادت به الجزائر، يا جماعة الحل العسكري لن يؤتينا بحل بعيد المدى، بل سوف يدخلنا في أتون العنف، سوف يدخلنا في أتون الجماعات الإرهابية التي ستجد البيئة المناسبة كي تزيد من سطوتها وتزيد من انتشارها. ربما هذه الحرب سوف نعرف متى تبدأ، لكن الله أعلم متى ستنتهي، لأنه خريطة الأحداث وخريطة الجغرافيا نفسها صعبة جدا للتكهن بها. ترى هذه الدول هل تنظر إلى الأزمة بمنظار أمنها القومي ومصالحها، أم أنه كل شيء مملى عليها؟ دول الاستكبار العالمي أو دول التي لها المصالح في النيجر أو في عموم المنطقة الساحلي وجنوب الصحراء، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين الشعبية وكذلك تركيا وبعض الدول، تنظر إلى مصالحها يعني قبل، وهي دول بعيدة على الخطر، لأن ما يهدد أوروبا هو الهجرة غير الشرعية، ربما إذا قدر الله في عسكرة فيكون فيه نزوح للالاف ومئات الالاف من 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 الشعب في النيجر. ولا يخفى على الجميع على ان النيجر هو ضمن 10 دول تحت خط الفقر سيدي الكريم. فيعني معظم المهاجرين الافارقه جنوب الصحراء الغير الشرعيين هم هؤلاء من منطقه النيجر، يعني المنطقه برمتها، انظر الى السودان، انظر الى ليبيا، انظر كذلك الى النيجر، الى مالي، بوركينا فاسو، حتى تشاد. الان برلمان تشاد يهدد بعدم نقل القوات الفرنسيه الى 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 دوله تشاد، ويعيش مرحله انتقاليه كذلك، يعني غير مستقر سياسيا. فكل هذه العوامل تجعل من المنطقه الذي دعت اليه الجزائر في اكثر من مره، الجزائر لها كذلك لها مصالحها الاستراتيجيه ولها امنها الاقليمي. لا يخفى عليك الخط الانبوب الذي يربط ابوجا ويربط بين الجزائر لابد ان يمر على النيجر، كذلك الخط او الطريق العابر للصحراء الذي يشمل 6 دول افريقيه والذي مرت فيه الجزائر. فاذا عسكرنا النيجر وتمت عسكره مالي، النيجر تتقاسم مع الجزائر 1000 كيلومتر، تتقاسم مع المالي 1400 كيلومتر، فكل هذا يهدد مصالح الجزائر الاستراتيجيه. لا يخفى على الجميع على ان شركة سوناتراك لها مشاريعها كذلك في التنقيب عن البترول في شمال النيجر. فكل هذه المصالح تهدد أمن الجزائر واستقرارها. ودائما نذكر بما قاله السيد الرئيس عبد المجيد تبون في آخر لقائه الإعلامي على أننا غير 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 موافقين تماما على التدخل العسكري، كذلك تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة على أن قواتنا الفريق أول نعم لأي قارئ. فكل هذه المعطيات تجعل من نتوجه سخيفة من هذا التدخل. ونعود ربما في الختام أستاذ مشرية، في الختام في رأيك هذه ربما ما يبدو أنه استعدادات لمواجهة عسكرية، هل هو تلويح لكسب ربما بعض النقاط، أم أنه فعليا الأمور ماضية إلى عسكرة باختصار فقط؟
وشوف هو فيه ضغط الآن، فيه مفاوضات جارية، مفاوضات سريعة جدا، فيه ضغط على ما بقي من مصالح فرنسا الموجودة في مناجم النيجر، ليس إلا السيد الكريم. هذه نقطة. أشكرك. يعني إذا قمأنوا لأن الآن فيه ضغط ما بين الشركات التي استعانت بها المجلس العسكري، شركات روسية وشركات صينية وشركات فرنسية، فقط إذا قمأنوا على بقاء مصالحهم الاقتصادية لا أعتقد فيه ضربة عسكرية أو تلويح بالتدخل العسكري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ يوسف مشرية، رئيس منتدى جسور السلام، كنت معنا عبر الهاتف في موضوعنا الأول متعلق بآخر تطورات في النيجر وتحذير الجزائر من عسكرة الحلول، وتحذيرها أيضا من عواقب الوخيمة لأي عمل فيه عنف في المنطقة، لأنه سوف يتفرع عنه أعمال عنف وسوف يكون مؤشر لبداية صعبة في المنطقة، طبعا حسب بيان لوزارة الخارجية. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام سنمضي إلى قطاع التربية، متى سيكون الدخول المدرسي المقبل 2023-2024، الأدوات المدرسية، القائمة التي نشرتها وزارة التربية الوطنية، كما نتحدث عن الاستحقاقات والتحديات المتعلقة بالموسم الدراسي المقبل، عملية ترسيم الأساتذة المؤقتين، وأيضا تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، وآخر ما ستعرفه هذه الملفات خلال الدخول المدرسي المقبل. فاصل ثم نواصل مشاهدينا.